وينضم الينا عبر الهاتف اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخليه الاسبق. سياده اللواء محمد، يعني ما حدث كيف تراه من خلال هذه المداهمات الامنيه المستمره لاوكار الارهابيين المتواجدين في اكثر من مكان وما قام بها اولى الارهابيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي ان ابدا بتقديم تحيه الاكبار والاعزاز لكل شهداء الوطن، وانا ادعو الله أن يوفق أبناء مصر فيما يصبون إليه من مستقبل يليق بهم بإذن الله. ثم بالنسبة لاستفسار سيادتك، حنجد أن العملية لا ينظر إليها بهذا الوضع، ولكن لابد أن نضع في الاعتبار الخلفيات التي تتم في إطارها العمليات الأمنية بصفة عامة، فسنجد أن هناك نجاحات في احتواء الموقف في على أرض سيناء، وهذه النجاحات أدت إلى قيام المجموعات المتواجدة من الاحتماء في أماكن الأهالي والقيام بعمليات أيضا لتعويض ما من نتائج الاحتواء من خلال اللجوء إلى الاعتداء أو الهجوم على بنك، وهذا يعني أن هناك عجز في التمويل المادي. وأيضا من أجل إثبات الوجود فتتم العمليات من خلال التسربات التي يمكن أن تحدث من الحدود الغربية. يعني بمعنى نجاح القوات الأمنية سيادة اللواء محمد في سيناء وفي أكثر من مكان بالقضاء على فلول الإرهابيين، يحاولون أن يجدوا مكان لهم. أيوة، الاحتواء بالإضافة إلى النجاحات المصرية المؤخرة بالنسبة إلى الأوضاع. على فكرة اليونسكو ده أنا بعتبره أحد النجاحات، لأن طبعا مورس بطريقة احترافية للغاية. نعم. النجاحات الخاصة بزيارة الرئيس إلى القوات البحرية المؤخرة وما اكتسبته القوات من إضافات، وأيضا المؤتمر الشباب المزمع انعقاده خلال الفترة القادمة في شرم الشيخ. فمداية ده من الدوافع التي أعتقد أنها العجز في المواد نتيجة البدء في تكثيف المنابع، وهذا يؤدي إلى احتياج هؤلاء الناس إلى ضربة صوتية ذات صوت عالي جدا، وتحدث نوع من أنواع محاولة الرعاب أو إرهاب رجال الإنفاذ القانون صحيح. وأسرهم، ومحاولة إحداث سلبيات على الرأي العام الداخلي، وانعكاس طبعا ليس بجيد على الرأي العام الدولي. ولكن أعتقد أن طريقة المتابعة وطريقة ورود معلومات، وهذه أهم نقطة لازم نعرفها، أن المعلومات هي حجر الزاوية في الأداء الأمني والتأميني لأي جهاز أمن في العالم. نعم. وهذه المعلومات، وده يأخذنا سيادة اللواء برضو إلى أهمية أن يكون المواطن يعني له دور في هذا الموضوع، وهذا يعني خاصة في الناحية المعلوماتية. بالطبع يا سيدي، أن الأمن أصلا أو الأداء الأمني هي إحدى حلقات سلسلة طويلة جدا، المواطن أساسي فيها حلقات سلسلة تطلب المواجهة من خلال التعليم، المواجهة من خلال الأسر والكنيسة إلى البيت العيلة، المواجهة من خلال مواجهة الأمية الدينية التي تفرض أغرب أنواع المفسرين من ذوي الهوى، وأيضا المواجهة الأمنية التي تعتمد تماما على الإعداد والتخطيط المستقبلي لأي عملية الذي يرتكن إلى معلومة المواطن. معلومة المواطن دي أهم شيء في الأداء الأمني على الساحة. نعم. هنا سيادة اللواء محمد زكي، كيف يمكن أن توجه أيضا رسالة للمواطن، لأن هناك حقيقة قضية يعني حقيقية واقعية أن بعض المواطنين قد يكونوا سببا للإحباط من خلال أنهم يعني يصدقون بعض مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة، بعض السوشيال ميديا، بمعنى أنه يعطي لعدوها الفرصة في ذلك. أنا هوجه رسالة من خلالك للمواطن المصري، وهوجه رسالة للإعلام من خلالك أيضا. أرجوكم، أشوف المواطن لازم نعي جميعا أنه لا عاصم لنا اليوم إلا في تمسكنا بوحدتنا الوطنية وبسلامنا الاجتماعي وبسلامة أمتنا وحماية أبنائها. ما فيش، ملناش إلا هذا. نمرة اثنين، أرجو أن يكون الإعلام مبشرا، يعني الإعلام يستند إلى الأصول الإعلامية والتي تهدف إلى التحبيب والترغيب وليس التخويف والتنفير،
وأيضا أن نتأنى إعلاميا فيما نراه، لأنه الإعلام دلوقتي حاجة كونية، حاجة عالمية، السماوات مفتوحة، فضاء إلكتروني أيوة السماوات مفتوحة والدنيا كلها قرية عالمية صغيرة. إنما أنا كل اللي بتمنى الخير للوطن من خلال قناعة أبناء الوطن بأنه لا يوجد لدينا أي عاصم إلا في تمسكنا بوحدتنا الوطنية وسلامنا الاجتماعي والوطن الآمن الذي نبغاه جميعا لأولادنا ولمن يأتي بعدنا. طب أنا سيادة اللواء، يعني نحن دائما نقول أنه مات من لا يستحقون الموت، أو استشهد من لا يستحقون الموت على يد من لا يستحقون الحياة، هم طبعا الإرهابيون. هنا كيف تفسر العزيمة لرجل الأمن؟ يعني هو يعلم أنه ذاهب يقدم نفسه شهيدا من أجل الوطن ويضحي أيضا في سبيل الوطن، لكنه في نفس الوقت يصر على الذهاب والقضاء على هؤلاء الإرهابيين. يا سيدي، رجل الأمن ما هو إلا مواطن مصري، رجل الأمن ما هو إلا ابن هذا الوطن وابن هذه الأرض، والأمن هو المختص من خلال رجاله بالحماية العامة للدولة. وأن الإعداد الأمني، الفسق، الفلسفة الأمنية الحالية يقوم على أساس شحذ الهمم والتركيز على عوامل المواطنة والانتماء والولاء، وأيضا الصدق في الأداء والصدق أيضا في المعلومة بعد تحريها. يعني أنا بحترم المعلومة، بحترم الأداء، أيضا بأزوده بالأدوات التي تكفل له أداء أمنيا محميا جيدا، ولكن وفق أيضا نظرية فلسفة أمنية أن المواطن فيها أسرى شيء إحنا بنحافظ عليه في بدننا. والعملية لا تحتاج إلا إلى صدق في الأداء وإلى واقعية وإلى تخطيط متكامل وإلى تنسيق بين كافة القوى المنوط بها الحماية العامة للدولة. طيب أنا سيادة اللواء محمد زكي، يعني حضرتك كيف ترى أيضا أو تثمن ما يقوم به مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في أنه أولا بأول وفور وقوع هذا الحادث يمد وسائل الإعلام ويحاول أن يتواصل مع المواطنين عبر وسائل الإعلام وأيضا من خلال بيانات، حتى أنه مثلا يقول أنه جاري الإفادة بما يستجد من المعلومات حتى لا يحدث أي لغط، وحتى أيضا لا يتجه المواطن إلى وسائل الإعلام الأخرى. كيف تثمن ما يقوم به مركز الإعلام الأمني من إلقاء بيانات مهمة؟ لسه كنت بقول لك الإعلام دوره أساسي، حلقة من الحلقات الأساسية، والإعلام المستنير هو الذي يحترم الآخرين، والإعلام المستنير يقوم على أساس الصدق في نقل ما حدث على الساحة، وأيضا الصدق في نقل الشعور العام المصري بأنه إحنا لا نستحق مثل هذه الحوادث، وأيضا ونحن قادرين من خلال، شوف الإعلام المصري معجزة من أول 6 أكتوبر 73. صحيح. فإحنا لا نكذب ولا نتجمل، ولكن أداءنا يعبر عن نفسه، والإعلام مرآة تنعكس عليها كل الأوضاع الواقعية والحقيقية على الساحة. نعم. إذن وأنا أشكر من خلالك، أشكر من خلالك الإعلام المستنير الجيد المتميز. أشكرك. إذا المساعد وزير داخل الأسبق سيادة اللواء محمد زكي كنت معي هاتفياً.